أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن رمضان مبارك للجميع إن شاء الله، ربي يتقبل منكم الصيام والصلاة والقيام إن شاء الله. نقدم لكم متابعينا الكرام هذه النشرية الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الأربعاء 29 من شهر أفريل 2020. البداية بالفترة الصباحية، حيث ستميز المناطق الغربية والوسطى بعض السحب من حين إلى آخر، وأجواء صافية مشمسة على العموم. أجواء أيضا قليلة الغيوم على المناطق الشرقية الداخلية وصافية مشمسة إلى غاية الفترة ما بعد الظهيرة إن شاء الله. أجواء صافية مشمسة على مناطق شمال الصحراء والواحات، منطقة الصورة وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية. أجواء ستكون غائمة على شمال ولاية مراس وشمال ولاية إليزي، قد تعطي بعض الزخات المطرية، وصافية مشمسة على المناطق الحدودية. في الفترة المسائية متابعينا الكرام، حيث نتوقع بعض الأمطار، ستميز المناطق الشرقية الداخلية منطقة الأولاس ولاية باتنا، المناطق الشرقية لولاية باتنا ولاية خنشلة وتبسة، ومناطق شمال وادي سوف، المناطق الشرقية الشمالية لولاية وادي سوف كمنطقة تدبيلة وطالب العربي، ستميز بعض الزخات المطرية خلال الفترة المسائية إلى الليل. أجواء صافية مشمسة على المناطق الوسطى والغربية، مناطق أيضا شمال الصحراء والواحات ومنطقة الثورة، أجواء صافية مشمسة على العموم بإذن الله تعالى، وأجواء غائمة على ولايات أدرار بالإضافة إلى ولاية تمراست وولاية إليزي، غيوم ستكون صحراوية مدارية عابرة إن شاء الله. نمر معكم متابعينا الكرام إلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء. بإذن الله تعالى سنسجل درجات حرارة تصل تقريبا إلى 20 إلى 21 درجة على كل المناطق الشمالية للجزائر، المناطق الشرقية الوسطى والغربية، منطقة الصابرة إلى غاية شمال الصحراء والواحات ما بين 25 إلى 32 درجة خاصة على شمال الصحراء والواحات. أما المناطق الصحراوية سنسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 إلى 41 درجة خاصة على تمراس، برج بجي، مختار، وعين صالح، وبعض المناطق من ولاية ورقلة ستصل إلى 40 درجة. الرياح متابعينا الكرام على المناطق الجزائرية اليوم الأربعاء ستكون في الموعد على مناطق شمال الصحراء والواحات، المناطق الجنوبية الشرقية خاصة في الفترة المسائية إلى الليل. سرعة الرياح لن تتعدى متابعينا الكرام 20 كيلومتر في الساعة. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون تقريبا هادئ وجميل على كل الشواطئ الشرقية الوسطى والغربية. إذا كل الخير نتمنى للجميع، صحة فطوركم متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.